الديربي القادم ديربي الكازاوير الكبير جدا بين الغريمين التقليديين الكبيرين في البطولة الوطنية المغربية الوداد الرياضي والرجاء. سي زهير انت وداد ياك؟ ودادية. واش كتشوف في هذا الديربي القادم؟ الحقيقة الماتش ما غيكون سهل حيت الرجاء البيضاوي خسر جوج مباريات، الوداد البيضاوي خاصو يربح باش يهرب على الخصم ديالو الرجاء البيضاوي باش نديو البطولة. وانت عارف سي صمدي الديربي تيكون عنده واحد الحلاوة خاصة حيت واخا الفرقة تكون الأخرى ولا الأولى ما تتلعبش دور، حيت الديربي تيكون حاجة أخرى. وإن شاء الله الفوز للفريق ديالي هو الوداد البيضاوي وداد الأمة، وإن شاء الله ندوه البطولة، وإن شاء الله يكون احتفال كبير في التيران وخارج الميدان، وما يكونش تعادل، ما يكونش شي ماتش أرونجي، إن شاء الله يكون شي فائز اللي يستاهل يفوز في الماتش إن شاء الله. أنت ولد بروكسل وخلقت بروكسل ومحب الوداد، كيف ذلك؟ Évidemment, parce qu'en fait, depuis tout petit, je supporte le Wydad grâce à mon père qui m'a toujours. J'étais baigné dans la culture du WAC de Casablanca et mon grand-père était adhérent du WAC de Casablanca qui était pour l'indépendance, pour obtenir l'indépendance du Maroc face au protectorat français. Et je suis né en 91 pendant la période. La génération d'or du WAC de Casablanca avec Nader, Ben Abicha, Vasile, Saldao, etc. Et voilà. Choukran. Et je passe un bonjour à M. John Binaim Toshak qui fait un bon boulot. Amin Ntarajawi, comment est-ce que tu as dit ce joueur qui aime le Wydad et qui aime le Wydad le Bidaoui Ntisar? كيفاش كتشوف الديربي انت جزائري ومحب فريق الرجاء البيضاوي؟ انا ما غادي نزيد حتى كلمه، كلشي قالوه، ما نتمنى الفوز للفريق ديالي الرجاء البيضاوي. صافي. انت متيقن ان الرجاء تفوز؟ متيقن 100% 100% الرجاء غتربح. الرجاوي ديالنا سي محمد همام شنو كتقول في الديربي القادم؟ انا كنتمنى الرجاء غادا تاخذ لافونسونس ديالها، لان دابا كملت كانوا ناقصين بزاف، كان شي تخلويد ما بين اللعابه وما بين المدرب، كان شي صداع بيناتهم، دابا ها المياه دخل مجاريها، وبودريقه قال لهم ما تقودوا ولا الكناطة، دابا راهم تقودوا، راه خمس ست مقابلات اللي داروا مع جنوب افريقيا، وكنظن الرجاء غادا تاخذ. إذا الجمهور الرجاوي هنا في بروكسل كيقول بأن الرجاء البيضاوي هو الذي انتصر في الديربي القادم، وهناك زهير الودادي كيقول بأن الوداد هو الذي انتصر، ونتمنوا تكون مقابلة جميلة وتكون فيها الفرجة والمتعة. الظروف اللي جات فيها الرجاء مع الوداد كانت رجاء مخنقة ولا مخنقة، دابا غتصوفوا دابا غنشوفوا شي ماتش زوين، وما غاديش يعاود ينهزموا ثاني برا. أنا الظن ديالي والديربي راه ما تعرفش ما تقدرش. إذا كنشكركم كثير من قلب العاصمة الأوروبية بروكسل قلب النابض ديما رجا كيقول سي أمين ديما رجا ديما رجا.